وسائل الإعلام. أولاً نترحم على الشهداء في هذا اليوم الأغر المبارك. وهذا يوم من أيام الجزائر الكبرى الذي يسترجع فيه الشعب الجزائري سيادته ويقرر في الخيارات المتاحة أمامه، وهذا مكسب من المكاسب التي تحققت من الحراك المبارك في أن يختار الشعب ويقرر في الوثيقة الأساسية لتسيير شؤونه. ونعتقد أن الجزائريين وأن الشعب الجزائري له من الوعي الكامل ليتمكن من الاختيار، وله كذلك القدرة والوعي والمسؤولية في إدراك الرهانات المحيطة بالبلد وفي إدراك حجم التحديات التي تحيط ببلادنا. وأعتقد أننا اليوم سنشهد قفزة نوعية أخرى، وسنعرف كذلك كلمة الشعب والشعب وحده، والكل يفرح حينما تعاد الكلمة للشعب، وهذا هو الأساس الذي نفرح به، التمكين للسيادة الشعبية التي هي كانت من أكبر المطالب، أولاً أول نوفمبر وثانياً الحراك المبارك. شكراً لكم.